السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين؟ عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله هنعمل مع بعض توزيعات العيد بس بطريقه جديده ومميزه ومختلفه. اول حاجه هجيب الباترون، طبعا كل الباترونات اللي انا هستخدمها هنزلها على صفحتي على الفيسبوك وعلى قناه التليجرام، وهسيب لكم اللينك تحت في صندوق الوصف للي حابب ان هو ينفذ. هبدا اول شكل، هبدا ان انا افرغه بالطريقه دي. تمام، بعد ما فرغته بالطريقة دي الباترون ذات نفسه هنلاقيه في مجموعة كده من النقط، النقط دي هي اللي هنتني عندها. هبدأ بقى اثبت المسطرة كده علشان تكون الخطوط متنية بطريقة مستقيمة. تمام، وهتني كل الحواف بالشكل ده. وكمان هتني الاجزاء الداخلية، كل الحاجات دي هتلاقوها منقطة عندكو في الباترون. تمام، هتنيها هي كمان بالشكل ده. كمان هبدأ ان انا اخرم كده بالخرامة، احط بقى العيدية، احط هدية انا عايزة اقدمها للاطفال، وهبدأ الزق الاجزاء المشرشرة دي، هلزقها مع بعض بالطريقة دي. هعمل كده في كل الجوانب اللي عندي. تمام، هبدأ بقى اجيب خيط صوف او خيش او اي حاجة عندك، وهبدأ ان انا ادخلها بالطريقة دي واربطها. تمام، وعلشان تبقى مناسبة لعيد الاضحى فانا جبت كده باترون لمجموعة من الخرفان، وهبدأ ان انا افرغ خروف منهم كده بالشكل ده، وهلزقه على الهدية اللي عندي او التوزيع اللي عندي. تمام، وكمان عندي حاجات كده مكتوب عليها عيد وعيدكم مبارك وحاجات كده بمناسبة العيد، هبدأ برضو أفرغ واحدة كده بالطريقة دي وألزقها كمان على العلبة خلاص، أو على الهدية اللي أنا هقدمها للطفل أو لأي حد يجي يزورنا يعني. خلاص، ويجيب هدية شكلها حلو قوي قوي بمناسبة العيد. دي كانت أول فكرة. تاني فكرة بقى برضو الباترون ده هبدأ إن أنا أفرغه الطريقة دي. تمام، الأجزاء الداخلية دي كمان هقصها مش محتاجاها، وزي ما قلت لكم الباترون فيه أجزاء كده بتبقى منقطة، الأجزاء دي هي اللي هبدأ إن أنا أتنيها، هبدأ أتنيها بالمسطرة بالشكل ده. بعد كده بقى باستخدام الجلو وهلزق الجزء الصغير منها. تمام، هبدأ ان انا ألزقه لجوه كده علشان ما يبقاش باين. تمام، زي ما قلت لكم انا ما بحبش تبقى سادة كده، انا حابة ان انا ازينها بحاجة تكون مناسبة للعيد، فانا هبدأ ان انا اقص الشكل كده معين يكون مناسب. طبعا اخترت الشكل الطولي لان هي طولية شوية، هبدأ ان انا الزقه بالطريقه دي، بجد بتفرق جدا وشكل الحاجه بيبقى حلو قوي. خلاص، هبدأ ان انا بقى اربطها كده. طبعا بكره الصوف مكمله معايا، هي لونها حاساه لايق على كل حاجه فهكمل بيها يعني. تمام، هبدأ بقى ان انا احط العيديه، احط الهديه اللي انا عايزه اقدمها للطفل، وبعدين هبدأ ان انا اقفل الجزء التاني بالشكل ده. دي كانت تاني فكرة معايا النهاردة. تمام، هقص الزوايد طبعا، وده كده شكلها حلو قوي قوي. تالت فكرة بقى معايا النهاردة برضو الباترون ده، هبدأ ان انا افرغه. بعد ما فرغته بقى بصوا في اجزاء كده جوه، هبدأ برضو اقصها كده بالمقص، وزي ما احنا عارفين علشان التفاصيل الصغيرة تظبط معايا لازم استخدم مقص يكون سنه رفيع. هبدأ اقص بقى الاجزاء اللي جوه بالشكل ده، وخلي بالي كده اقصها بالراحة علشان الشكل يطلع مظبوط معايا.
تمام. بعد كده الأجزاء اللي فيها نقط هبدأ إن أنا أتنيها بالطريقة دي. نحط بقى العيدية ونحط الهدية ونبدأ بقى نقفل عليها بالشكل ده. أخليها كده؟ لا طبعا، هبدأ إن أنا أجيب كده كلمة بمناسبة العيد وخروف العيد، حاسة شكله حلو قوي. هبدأ ألزق على جنب كده خروف العيد بالشكل ده. وعلى فكرة أنا عاملة الحاجات دي لبناتي، هقدمها لهم هدية يوم العيد إن شاء الله، هعملها لهم مفاجأة. تمام أهو، حاساها حلوة قوي، فكرة جديدة يفرحوا بيها. هنيجي بقى للفكرة اللي بعد كده، برضو البطرون ده شبه البطرون الأول شوية. تمام، هبدأ إن أنا أفرغه بالطريقة دي. بعد ما فرغته في اجزاء كده منقطه، هنبدا ان انا امشي عليها كده بالمسطره اتنيها، هديها تانية كده من كل الجوانب. تمام، وكمان الأجزاء اللي جوه بحيث يديني جوه كده شكل مربع أهو. هبدأ أخرمها من كل طرف، وممكن كمان لو مش عايزة تخرميها عادي ممكن نلزقها بس ونكتفي باللزق. هبدأ إن أنا ألزق كده كل جزئين مع بعض، وطبعا عشان الجلو مش زي الشمع بيحتاج وقت شوية، فهبدأ أضغط عليها كده شوية لحد ما تثبت أهو. كل جنب هلزق وبعدين اقفل عليها. تمام، واستنى شوية كده علشان تلزق معايا كويس. خلاص، نيجي هنا بقى لاخر جنب. انا بعد ما قفلته افتكرت ان انا هخرمه كذا خرم كده، فهبدأ ان انا افك الاول وادخل الخيط وبعد كده هلزقه تاني اهو. هنا بصوا معرفتش ادخل الخيط ففكيته، وهبدأ ان انا ادخل الخيط الاول، علشان كده قلت لكم ممكن ما نحتاجش الخيط اصلا. تمام، هدخل الخيط ونقفله بقى. هنا الخروف كان صغير فانا دخلت المقص سنه ارفع، وبدأت ان انا اشد الخيط بالطريقة دي، وهبدأ ان انا اتك عليه كده اقفله تاني بالصمغ واربط بقى الخيط بالشكل ده. اكيد طبعا زي ما انتوا اتعودتوا هبدأ ان انا ازينه، هجيب بقى بطرون برضو فيه خروف العيد بس بشكل مختلف، وهبدأ ان انا افرغه وهلزقه على الهدية اللي عندي اهو. بجد الحاجات دي بتفرق جدا، بحس كده شكل الحاجة حلوة قوي بالنسبة للعيد اكتر بكتير وفرقت قوي. ده كمان شكل معانا، هبدأ ان انا الونه الاول علشان ينور كده والحاجات اللي جواه تبقى واضحة. بقلم اسود بقى هبدأ ان انا ارسم على التفاصيل اللي جوه دي لانها ما كانتش واضحة، وفرغته بالشكل ده. وكمان الاجزاء الصغيرة اللي جوه دي هبدأ ان انا افرغها برضو. تمام، هاتني بقى مكان النقط بالشكل ده. هقفل الاجزاء اللي جوه باستخدام الجلو. جبت بقى كيس هدية كده وهبدأ ان انا اقص، بس لقيته طويل قوي هقص بس حتة جزء منه كده. وهنفترض ان دي هدايا شيكوبون او حاجات من دي، طبعا ما كانش عندي شيكوبون فنفترض ان ده شيكوبون عادي يعني. خلاص، هنحط جواه العيدية وهنقفل الكيس باستخدام نفس بكرة الصوف زي ما قلت لكم هي مكملة معايا. هقفل عليها بقى وابدأ ان انا ادخلها جوه الشكل اللي عندي.
طبعا بقى ممكن نستخدم شوكولاتة بقى، شكلها حلو كده، قيمة، اي حاجة. تمام، شكلها كيوت قوي اهو، بس دي علشان فيها رسومات فما حبيتش ان انا احط عليها بقى اي شكل، كفاية ايه الرسومات اللي فيها. خلاص، ممكن كمان لو الكيس بيتحرك نطلعه كده من الجزء اللي فوق، هيكون ثابت معايا اكتر. بعد كده الشكل اللي بعد كده بقى برضو انا مشيت عليه بالقلم الاسود عشان يوضح معايا. هبدأ برضو الاجزاء المتنية، هبدأ ان انا امشي عليها بالمسطرة كده، اديها تانية الاجزاء المنقطة يعني في البطرم. تمام، همشي عليها بالشكل ده. تمام، تنيت كده كل الاجزاء. هبدأ بقى الجوانب الصغيرة دي، اعوصها جلو كده والزقها في بعض علشان يديني شكل مربع. مش هنسى طبعا العيدية والهدية اللي انا عايزة اقدمها للطفل، والزق اخر جنب بالشكل ده. هثبتها اكتر باستخدام المسطرة، طبعا زي ما قلت لكم الجلوب يحتاج وقت شوية. هقفلها كده في بعضها كده بالشكل ده. من فوق بقى هقطع حاجة برضو بمناسبة العيد، بس تكون دايرة وحجمها كبير شوية علشان تاخد الشكل اللي فوق ده. اقفل عليه كويس. تمام، اهو هي طبعا كانت محتاجة حاجة تثبت عليها شوية، فانا خليت حاجة تثبت عليها في الاخر. المهم هجيب ورقة بيضة وابدأ ان انا اعمل زي نقط كده بيضة عشان انا حابة الشكل ده يكون منقط. فهجيب الاجزاء المدورة اللي انا عملتها باستخدام الخرامة وهبدأ ان انا اوزعها كده بطريقة منظمة حوالين الهدية اللي عندي. بصي هي كل شوية تفك، هي محتاجة حاجة تثبت عليها، فانا بصراحة ثبتها في الاخر والحمد لله كانت تمام. هعمل بقى كل الجوانب بشكل حلو. تمام، وده كده شكلها النهائي، شكلها حلو جدا وكيوت قوي الحمد لله. اخر فكرة بقى معايا النهاردة، البطرون ده برضو هبدأ ان انا افرغه بالطريقة دي. الحاجات اللي جوه دي، الاجزاء اللي جوه برضو هفرغها. تمام، وبالمسطرة وهبدأ ان انا اتني كل جانب. هبدأ بقى الجزء الصغير ده اعوصه جلو، وهبدأ ان انا ادخله كده لجوه واضغط عليه كويس قوي علشان يثبت معايا ويلزق كويس اهو بالشكل ده. وكمان من تحت هبدأ برضو الزق كل جهتين كده متقابلتين مع بعض، وهثبتها باستخدام المسطرة. الناحية التانية برضو اهو بالشكل ده، انا كده بضغط عليها من المسطرة من جوه علشان تثبت معايا. هعين بقى الهدية والعيدية اللي انا عايزة اقدمها للطفل، وباستخدام بكرة الخيط اقفل عليها بالشكل ده. برضو جبت الكلمة مناسبة للعيد، حاولت انقي لون كده يكون ماشي مع الشكل اللي عندي وفرغته. وبالجلو هبدأ ان انا اعوصها كده جلو واثبتها على الهدية اللي عندي. يا رب افكار النهاردة تكون عجبتكم. لو افكار النهاردة عجبتكم متنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، ومع السلامة.